فخامة الرئيس، الصديق العزيز عبد الفتاح السيسي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السيد رئيس المؤتمر، السيدات والسادة. بداية فخامة الرئيس، نحن معك فيما صرحت به. نحن نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى حوار، ونحتاج إلى وقف الحرب. أود بداية أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغيير المناخ على تنظيم واستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف. نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة، ومن أهمها تغيير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم. وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه بكونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد. الحضور الكريم، إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز. وبحكم الجيولوجيا، فأن النفط والغاز في دولة الإمارات أيها السادة ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم، والحمد لله. وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع، وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية. وسيراً على هذا النهج، بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأطلقنا قبل أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار ولإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف العالم. هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض. الحضور الكريم، تستمر دولة الإمارات في نهجها بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، وفيما نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي إكسبو خلال عام 2023، فإننا سنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي
للتقدم في اتفاق باريس للمناخ، وسنحرص على مشاركة واحتواء الجميع بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة. يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة إلى الجميع للتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان. الأخوة والأخوات، أجدد الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأتمنى النجاح والتوفيق لجهودنا المشتركة، لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، ولأن مستقبل أولادنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم. وشكراً.